هاد الندوه اللي نظموها الطلبه ديال ليزيك، الهدف منها هو متابعه النقاش في موضوع مراجعه مدونه الاسره من اجل احقاق كرامه للنساء والاطفال وجعل العائله المغربيه مستقره على اساس الحقوق والمساواه وليس على اساس الاكراه او العنف او الوصايه. بطبيعه الحال يتم يعني طرح الأسئلة الحارقة المتعلقة بالمواد التي ينبغي تعديلها في المدونة، واللي هي أصلا مواد عدلت في 2004 بعض منها، ولكن ديك التعديلات تم الالتفاف عليها بعبارات لغوية كتجعل النص غير مجدي، يعني لا فائدة منه وما يمكنش له يطبق. الآن من الضروري في هذه المراجعة الحالية أنها تكون مراجعة شاملة وعميقة وليست جزئية أو عبارة عن ترقيعات. من جانب آخر خص هذوك التحفظات اللي جاوا في النص ديال 2004 ينبغي أن تلغى بصفة نهائية باش يقدروا النساء والأطفال يستفدوا من مدونة الأسرة. ثم بطبيعة الحال لابد من إضافة مواد يعني أخرى اللي هي غتجعل بأن المرأة غتمتع بكل الكفاءة ديال رعاية الأسرة وديال أنها تكون ربة الأسرة، لأن عادة كيقولوا الناس رب الأسرة كيقصدوا الرجل، لكن المدونة خصها تكون مدونة اللي فيها مساواة بين الطرفين الرجل والمرأة اللي هما بجوج مسؤولين عن الأسرة والمهام متقاسمة بينهما وكيعيشوا بكرامة بجوج وفي وئام ومودة، وليس أن طرف يعني تحت الوصاية ديال طرف. وفي هذا الإطار هذا لابد من الخروج من صراع المرجعيات، لأن الصراع ما خصوش يكون حول المرجعيات، خص يكون نقاش من أجل مواكبة الواقع المغربي قانونيا. هذا هو الجوهر. عندنا واحد الواقع مغربي متحرك كيتطور وبعض المرات كيوقع فيه انقلاب، وبعض الناس كيعتقدوا أن النصوص ثابتة ممكن تأثر هذا الواقع المتحرك، هذا غير ممكن نهائيا. فلسفة القانون كتقول بأن كل واقع متحرك خاص تواكبه نصوص قانونية متحركة كذلك، بمعنى كتطور معه. وهذا هو علاش حنا هنا بغينا نشيروا أنه ينبغي وضع حد لتزويج القاصرات بصفة نهائية، ينبغي منع تعدد الزوجات كذلك، ينبغي يعني السماح بزواج المغربية من غير المغربي، ينبغي اقتسام الولاية بين الرجل والمرأة، لأن في أحيان كثيرة الطفل كيمشي ضحية والمصلحة الفضلة ديالو كتضيع بسبب وصاية الرجل بوحده على الولاية. ثم أيضا في الحضانة لا يعقل أن المرأة كتبقى مسجونة وما يمكنش لها تزوج باش تحافظ على الحضانة ديال الطفل، خاصنا نعدلوا هذا النص باش يولي من حق المرأة بحال الرجل أنها تزوج وتحافظ على الحضانة ديال الوليد ديالها أو بنتها. كذلك في موضوع الإرث اللي هو كتعتبر طابو بينما هو في الحقيقة موضوع سهل جدا. من الضروري التفكير في قانون مدني للإرث يساوي بين الرجال والنساء بجانب القانون الشرعي التقليدي. يعني الناس اللي كيقولوا احنا بغينا نطبقوا القانون الديني في الإرث كيتخلى لهم ذاك القانون كيبقى موجود، ولكن العائلات اللي بغات تساوي بين وليداتها خاص يتدار لها قانون مدني ديال الإرث المساواة. هكذا غادي يوليو عندنا الحق في الاختيار، خصنا نعطيو المغاربة الحق يختاروا، ما يمكنش لينا نبداو نمارسوا عليهم الوصاية ونمارسوا عليهم الإكراه في أمور هما كلهم عارفين انها ما بقاتش صالحه. واش كيعملوا؟ كيبداو يتحايلوا. العائله المغربيه تتحايل على الارث وعلى نظام الارث بالهبه بالوصيه باشكال من التحايلات، وهذا معنى انهم كلهم معترفين بانه النظام ديال الارث ما بقاش كيساير التحولات ما دامت المراه ولات منتجه للثروه ولات كتعيل العائلات ولات تنفق ايضا. الفكر الفقهي القديم كله قائم على مبدأ واحد وهو أن الرجل هو الذي ينفق. الآن هذا المبدأ ما بقاش، أصبحت المرأة أيضا تنفق. إذا خصنا نغيروا هذه الأنظمة كلها ونغيروا هذه القواعد الفقهية كلها ونجعلوا أن نصوص قانونية كتسير الواقع ديالنا من أجل الكرامة والمواطنة للجميع.